تذكرون كراسي النادي العربي، كراسي نادي الكويت اللي احد الانديه والملاعب اللي حتستضيف كاس الخليج، يمكن يلعبون فيه تدريبه. براويكم مدى نظافه كراسي نادي الكويت، هذا بعد النادي اللي نلعب فيه كل المباريات الدوليه، ها كراسي عليها تكرمون. شوفوا التقرير. يبون الرياضه الكويتيه تنجح، وشوف الاستعدادات حق مباراه منتخب الكويت، شوف الكراسي. والله هذا كراسي نادي. يون ربعنا من الخليج تفضلوا، نادي العربي كراسي خشب، كراسي خشب على اساس نعودهم على الاحتمال والقوه. كراسي نادي الكويت، بس اقول حق اشقائنا في دول الخليج ان شاء الله اذا صارت دوره الخليج عندنا، اذا على استاذ جابر ان شاء الله يفتحونه روحوا مرتاحين، ملعب نظيف ومن احدث الملاعب العالميه الحمد لله، بنشوف شيء حلو. أنا يمكن لو رحت الملعب هناك يصير لي شيء، هذا بالكويت، هذا بالكويت. لكن إذا رحتوا نادي النصر، نادي الكويت، خذوا معاكم سيادة الصلاة أساس تحطونها. إحنا بالكويت كذي، نروح الملعب يا ناخذ جريدة يا سيادة الصلاة. وخذوا معاكم بطل ماي لأن البرادات خربانة. والبطل ينفع حق شيء ثاني بعد. لأن الحمامات تكرمون. خل نروح الصحة أحسن.